السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام الحظ والمنطق باستقلال سيارة فتعطلت بهما بمنتصف الطريق، فقرر الحظ أن ينام بوسط الشارع، وقرر المنطق أن ينام بعيدا تحت الشجرة. فأتت سيارة مسرعة، فخافت أن تدهس الحظ وانحرفت، وقامت بدهس المنطق وعاش الحظ. وهذا هو الواقع، الحظ يلعب دوره مع الناس أحيانا على الرغم أنه مخالف للمنطق لأنه قدرهم. فعسى تأخيرك عن سفر خير، وعسى حرمانك من زواج بركة، وعسى ردك عن وظيفة مصلحة، وعسى حرمانك من طفل خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تتضايق لأي شيء قد يحدث لك، لأنه بإذن الله. وتذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر، ليس بالضرورة يكون لك أصدقاء كثيرون، فالأسد يمشي وحيدا والخروف يمشي مع الجميع. إن الأصابع لا تستطيع صنع شيئا دون إبهامها البعيد. إنه ليس العبرة بكثرة الأصحاب حولك، إنما العبرة أكثر حبا ومنفعة لك حتى وإن كان بعيدا عنك. وتذكر أن صديقك مثل المصعد، إما أن يأخذك إلى الأعلى أو ينزلك إلى الأسفل. لا تكثر من الشكوى فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله تأتيك السعادة. نحن بخير ما دمنا نستطيع النوم بدون مسكنات، ولا نستيقظ على صوت جهاز طبي موصول بأجسادنا. لا تنظر إلى الخلف ففيه ماض يزعجك، ولا تنظر إلى الأمام ففيه مستقبلا يقلقك، لكن انظر إلى الأعلى فهناك رب يسعدك. وقل الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. والسلام عليكم ورحمة الله.